السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا العمار، حضرتك حطيت لك على الآيباد رسمة من أحد المحبين، حابين حضرتك تشوفها الأول. طيب، وبعد كده هنسألك سؤال إن شاء الله. أهلا وسهلا، شغال يعني؟ تفضل. بسم الله. من أين تعمل؟ استنى خلاص. ايوه سبحان الله ما شاء الله، الله ده الشيخ، لا قوة الا بالله، لا اله الا الله، يا الله على الابداع، سبحان الله. هذا يمسك بقلم ليس الا صح؟ قلم حبر كمان، يعني هذا قلم جاف ولا قلم حبر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا هو في قلم تاني رصاص اضيف اليه، لا قوة، ده بيلون. ولاية الشيخ البيضاء، اوه، واختار لي ثوبا جميلا ما شاء الله، هذا رجل جميل القلب والله ما شاء الله، حساس لا قوة الا بالله، هذا مفتن، الله اكبر الشيخ، لا حول ولا قوة، ما شاء الله تبارك الله، لا لا شكر الله له لهذا الابداع والله، بارك الله فيه. طيب حضرتك اولا ايه حكم الرسم؟ يعني في ناس عاوزة تعرف ايه حكم الرسم. الأول كان مفهوم النصي أمام الناس جميعا إلى فترة قبل ظهور الكاميرا وعالم الكاميرا وحبس الصورة، كان نص الحديث طبعا واضح، لعن الله المصورين، فالعلماء كلهم على أن المصورين دول المثالين اللي بيعملوا تماثيل، التماثيل حرام. أما الصور هذه وصور الفيديو وصور نشرت الأخبار وما نراها ودروس العلماء، لو حولناها إلى والعياذ بالله لعنة للعنت الأمة كلها طبعا، ده تبقى مصيبة. فلكن إن شاء الله والله أعلم أن الصور ليس فيها شيء، وهذا رأي الجمهور يعني إن شاء الله، وإن كان البعض له مواقف، لكن أرى والله أعلم أن الحرام هي التماثيل، الأصنام التي يعني تجسد الكائن الحي إنسانا كان أو حيوان. أما صور الطبيعة وهذه من أمثال هذه الصور، على شرط ألا يعني تعلق على الجدران، ولا لا داعي لهذا يعني إن شاء الله. أنا أرى وأعلم أن الصور ليس فيها شيء، لأن هذه ضرورات حياة أصبحت يعني، وإلا كيف يراني الناس الآن؟ سبحان الله، يعني هذا والله أعلم. طيب تعليق الصور على الحائط، يعني أنا لا أحبذها يعني لا داعي. صور شخصية بس، صور طبيعة ما فيش مشكلة. الطبيعة، صور الطبيعة مثلا من الأشجار، الغابات، البحار، المحيطات، هذا شيء جميل. أما سبحان الله صورنا وصور البشر يعني لا داعي، لأن يعني تعظم وتوضع على الجدران في المداخل والردهات يعني، هذا والله أعلم. طيب الشخص اللي بيسترزق من رسم أشخاص، هل يطلع نسبة صدقة بحيث أن يحلل الفلوس، ولا هي حلال 100%؟ لا، هي ليست على حلها، لكن طبعا لا يصور امرأة فاتنة أو امرأة عارية أو مكشفة في جزء من أجزاء من جسدها لا يجوز أن يراه الأجانب اللي يجوز لهم أن يتزوجوا بها، يعني ابن عمها اسمه أجنبي، وابن خالها أجنبي، وأخو زوجها أجنبي، ويعني زوج أختها أجنبي، وهكذا. فلا يعني طبعا مش على عواهنها على إطلاقها، لا.